التاريخ من الشكل الجبري الى الشكل المثلثي. شكل المثلث شو لازم الشباب؟ ار وتيتا. لذلك بدنا نحفظ قانون الار. ار هو نفس طويل الزيت واللي هو تحت الجذر اكس مربع زائد واي مربع، او بنقول ار مربع زائد بي مربع. لازم لك كوساين تيتا وساين تيتا. كوساين تيتا هي اكس على ار، ساين تيتا هي واي على ار. بتخربط بين الاكس على ار والواي على ار كيف؟ لانه نحن بنعرف ان الشكل العام هو اكس زائد اي واي، هذا بالجبري. والمثلث هي ار بكوساين تيتا زائد اي ساين تيتا. انتبه اللي جنب اي مين هو؟ الواي. اللي جنب اي مين هو؟ الساين، معناها الساين والواي مع بعض. كانوا كثير عم تخربط بينهم، تكتب الساين هي اكس على ار، لا تخربط. هون اول وحده هي اكس، هون اول وحده هي مين؟ كوساين، معناها الكوساين بيجي من اكس والساين بيجي من وين؟ من واي. هي مشان تخربط القوانين. وهون في شغله كمان، حتى تعرف تطلع الزاويه تيتا، انت لازم تعرف اشارات الاربعه المثلثيه. اشارات الاربعه بالدائره المثلثيه هذا ما بصير نخربط فيها ان شاء الله. بالربع الاول الكل موجب، طبعا هذا محور الكوساين، هذا محور الساين. هلا ما بيعرف كيف يطلعوا اشارات الاربعة، ما بيعرف النسب المثلثية للصفر والبيعة اثنين والبي والثلاثة بيعة اثنين، يروح على اليوتيوب بس يكتب كلمة الدائرة المثلثية خارج جقل، يحضرها لهي رجاء مدتها ربع ساعة، لازمتك لكل حياتك الجامعية. هيدي الفقرة واللي بالحادي عشر اسمها الدائرة المثلثية. شو لحد كما لم تشرح من قبل، هذا راح الزبدة منها. هلا بالربع الاول الكل موجب، يعني كل النسب المثلثية موجبة. بالربع الثاني الصايد موجب. بالربع الثالث الطانجان موجب. بالربع الرابع الكوساي موجب. يا جماعة بيت شعر للغلابة يقول: كل سنة طنجرة كوسة. كل يعني كل موجب، سنة يعني الصايد موجب، طنجرة يعني الطنجرة موجب، كوسة يعني كوسة موجب. وهناك بيت شعر آخر للنسوانجيين يقول: كل جميلة ظريفة تحب. ماذا يعني هذا الكلام؟ كل يعني الكل موجب، جميلة يعني الجيب شباب، الصايد بيسموه جيب، طنجان يعني ظل، ظريفة وحب الظل، كوساين يعني تجيب. تحبوا او يوجد بيت اخر يقول: كل جبار ظالم تجبر. عليك عطل يا استاذي بالعاشر الله يذكر بالخير. بدي زور بس ما بقدر زوره، احط رقم من فتره ما شفته من صف العاشر لحد الان، وان شاء الله رح زوره ونصور معه ومسكين كمان. اول من جعلني اعشق الرياضيات، وربما هو سبب هذا الهوس كله. الان المهم اشارات الاربع، بيت شعر، بيت مدري شو، المهم احفظها. ناتي الان الى تطبيق عملي على مثال. حول، اعطونا مثال من النقطة. حول العدد العقدي لم يحكم من الشكل المثلث الى الشكل المثلثي ثم الاسي. زد بيساوي جذر 3 على 2 زائد شو؟ نص اي. جذر 3 على 2 زائد نص اي. خليك معي. هذا هو الاكس وهذا هو مين؟ الواي. هذا الاكس وهذا الواي. اول شيء لازمني الار تحت الجذر، مربع اكس زائد مربع واي، يعني جذر 3 على 2 للتربيع زائد نص للتربيع، بيطلع جواب واحد. ثاني قاعدة كوساين تيتا هي اكس على ار، الاكس من هون جذر 3 على 2 على 1 بتضل نفسها، والساين تيتا هي واي على ار، هي الواي نص على 1 يعني نص. الان طلع معنا الساين موجب والكوساين موجب، ونروح نتذكر باي ربع من الاربع كان الساين موجب والكوساين موجب بالربع الاول، لانه بالربع الاول كل النسب المثلثيه موجبه. إذا بالربع الأول كل النسب المثلثية شنو؟ موجبة.
احنا اذا بالربع الاول الان الى الربع اول بتفكر الان مين الزاويه الشهيره يلي بالربع مين الزاويه الشهيره يلي كوساينا او ساينا نص مين مين الساينا نص مين ب 30 درجه واللي هي بي على 6 30 درجه واللي هي بي على 6 يلي ما عم يعرفوا هذول 30 و 60 يحضر الفيديو اللي قلت عنه عشان يكتب الجدول اللي عملناه للسنه المسلسل ويقدر يحفظه لانه راح الوقت لحق حالك بهذا الفيديو. اذا نحن زاويتنا الان شباب 30 درجه. 30 درجه تقابلها في الراديان بي على 6 راديان. الان اذا كانت هالزاويه شوف اذا كانوا اثنيناتهم موجبين بتروح على الربع الاول بتاخذ الزاويه الشهيره كما هي يعني بي على 6. فانا بتقول لهم تتا تساوي بي على 6. اذا بتاخذ الزاويه الشهيره كما هي. على الرسمة عندكم نحن كاتبينكم تتا فتحة. أي هي الزاوية الشهيرة؟ يعني صاينة مين؟ نص. إذا بتقول تتا هي نفسها تتا فتحة، مين الزاوية الشهيرة لنا؟ بي على 6. تبع لو طلعوا الإشارات كما يلي الصاين موجب الكوساين سالب، ليك لاحظ هذيك طلعت نص، ركز معي هون، هون عم يخربط الطلاب يا انس ساري نحن هنا هون نص وهون ناقص جذر 3 على 2. بتفكر انت طلع معك الساين موجب الكوساين سالب. الساين موجب الكوساين سالب، فكر الان اي ربع الساين موجب والكوساين سالب بالربع الثاني بتروح بتقول تتا تساوي بي ناقص تتا فتحة، تتا فتحة يعني الزاوية الشهيرة. إذا ما شو تطلع؟ بي ناقص تتا فتحة. مين الزاوية الشهيرة بسؤالنا يلي ساين ونص؟ بي على 6 بتقول بي ناقص بي على 6 بتروح عند المقامات تطلع 5 بي على 6. لو فهم هاي تبع بعدها. لو كلاهما طلع سالب. هاي ناقص هاي ناقص. الساين سالبة شباب والكوساين سالبة. معناها الطانجنت موجب. لما بيطلعوا اثنيناتهم سالبين نحن بنكون بالربع الثالث. عند الطانجن طانجن موجب. بالربع الثالث شو بياخذوا هي؟ بي زائد الزاويه الشهيره. بي زائد تتا فتحه، لذلك بنقول لو طلعوا اثنيناتهم سالبين تتا تساوي بي زائد بي على 6. تطلع 7 بي على 6 بعد توحيد المقامات. ولو كانت الكوساين موجبه والصاي سالبة. الكوساي موجبة والصاي سالبة، نحن كنا بالربع الرابع. وبالربع الرابع لاحظ الكوساي موجب بياخذوا ناقص الزاوية الشهيرة. إذا شفت التفتحة اللي حاطينها بالرسمة هاي ناقص الزاوية الشهيرة، المواطنة دي مكتوبة تتا عملها تتا فتحة إذا بدكم بالرسمة جوا الرسمة. ناقص الزاوية الشهيرة، شو كان صار زاويتنا الآن؟ تتا فتحة شو تساوي؟ ناقص بي على 6. إذا أنت عرفت الربع بعد ما تعرف الربع بعد ما تعرف الربع يا بتاخذها نفسها إذا كانت بالربع الأول بتاخذها نفسها بالربع الثاني بتقول بي ناقص الزاوية الشهيرة يلي صاينها كذا بتعين عليها بالربع الثالث بتقول بي زائد الزاوية الشهيرة وفي الربع الرابع بتقول ناقص أو معكوسة الزاوية الشهيرة. من عنده سؤال هون؟ تفضل أستاذ. 201 ولا سؤال. تصدق مثلا انه الكل فهمها وهيك ما شاء الله ومخمخ وداعس لها وماشي حاله؟ لا. اما انكم عظماء جدا او انني عظيم جدا والله اعلم. تفضل. علميا طبعا او انكم اغبياء جدا لا تسالوا. وبدون خيار ثالث. اللي ما عم يفهم ما عم يسال الله لا يعطيه صبر. هات اللي بعده. لسه ما كتبنا الشكل المثلثي. شو بتعمل الان؟ تكتب القانون؟ هلا اذا بعد الحصه بيمسكني واحد بالاستاذ اذا ما فهمت لهذا ما لي يعني. تمام؟ لانه بعض الحصه على طول تجيني وحده غشي بقول استاذ اي ما فهمت لهي. انا شو بفكر؟ هيك شغله. شو هاي؟ كلها. صفحه كلها. هيك عمر بالتجزئه ما فهمت. شو طبعا هو من راح هذيك السنة
بلاقي كل شغلك يا الله شغلي يقعد يكتب لك كل شيء كنت عم تكتبه. تسألني نفس اللحظة اللي كتبت فيها الفقرة باللوم والله مسحنا وطلعنا وكذا تقول لي والله تكامل تنزي ما فهمت بس كنت واحدة البارحة تكامل كله ما فهمته كله ما فهمته التكامل بس كنت واحدة ثانية كيمياء كلها ما فهمتها كيمياء كلها كيمياء النووية والغازات والسرعة والتوازن دائما بتكون هي مو هيك هي في حالة نفسية بالطلاب على فكرة في كثير طلاب بيقولوا فهماني والله بمسك بس بقول لها بتحطي هاي مع هاي وهي مع هاي لقيتها ما بنسى انا بكره وجه هاي مع هاي وهي تجزئة بصير هاي بهاي وهي بهاي ايوه الفكرة بتكون ناطرة كلمة مني فقط لتكبر هاي يسموها حالة نفسية قانون هون عليه علامة زد بيساوي شو هو؟ R بكوساين تيتا زائد I ساين تيتا الـ R شو طلعت معنا؟ واحد بكوساين تيتا شو طلعت؟ بيع ستة زائد I ساين بيع ستة طب إذا بدنا المثلثي سوري شو اسمه داي؟ بنقسم له R إيوس I تيتا الـ R شو طلعت؟ واحد بيوس اي بيع ستة هيك بكون شو تعلمنا؟ تعلمنا نحول من الشكل الجبري الى الشكل المثلثي شو بدك؟